السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة 22. ياب 22، مالكم خبر؟ المهم انا بعرف انه مالكم خبر، هو اساس انه اليوم نروح ننام وبعدين نرجع. جميل، نبلش اليوم. طبعا اول شيء بدنا نحكي لكم اياه انه اليوم وقت نزلت اللعبة او بل فتحت اللعبة كان في تحديث فنزل. حلو، صار يحفظ الضوء انه شغال ما عاد يطفي لحاله. جميل كمان. المهم ايش اللي صار يا شباب؟ انه في شغلات نزلت على لعبة جديدة، في ماب نزلت على اساس بدي اورجيكم اياها، بس يعني طلعت جد مكتوب هون ويد سمول. ايش هذا ويدر؟ هاي اول مرة بسمع فيه ويد سمول ودر. ايش هذا ويد سمول ودر؟ نيد رولينج رولينج، هاي اول مرة اسمع هي نيد رولينج. حلوة هاي نيد رولينج وود وما بعرف ايش. ايش في؟ هون ما في شيء. اتوقع انه قصده هون بالسمول هي اللي ايش اسمه هاي وينها؟ طب ليك كاسه. اتوقع انه في انه قصده انه في شويه سماد سمول وود، يعني اعشاب صغيره فلازم نشيلها. يعني هن عم بحاولوا يحسنوا اللعبه، يعني صراحه انا في احكي لكم اياها شغله بصراحه بجد بجد. امبارح دخلت على شو اسمه على ايبك جيمز، عم بطلع شو تقييم اللعبه، شو قد مقيمينها الناس النقاط. وطبعا التقييم المشكله ما بيطلع بعد اصدار اللعبه باسبوع يمكن. المهم اللي استنتجته انه تقييم اللعبه على شو اسمه زورش قد 22. تخيلوا 22، يعني ما في حدا راغبان باللعبه. تمام، ما بده تنظيف، حلو نروح ننظفها كله. لكن تخيلوا 22 تقييم اللعبه 22. انا لما قرات 22 انصدمت صراحه، يعني انا قلت ليش موجه راسي. وفعلا يعني هلا بالك عم بشوف ما في الشغله الاضافيه الموجوده، يعني ال 19 نفسها تماما، يعني ما في، بس ما بعرف. بس في شغله حلوه انصحكم اقول لكم اياها صراحه، انه صوتو تقدروا تلعبوها مكركة. ايه لعبوها مكركة، بس ان شاء الله يعني بيعملونا هيك حركة بزبطوها يعني. بس بجد يعني تظلوا هيك مشكلة يعني. خلينا نشغل اول شي، خلينا نروح نشوف ايش في عنا نحن عقود. خلينا نروح هون، في عنا هاد العقد استشغال. انا شغل، روح كمل انت طريقك شغل. جميل. نرجع وين الحصادة تبعتي؟ طيب روح كمل انت علي. بنرجع بنكمل لكم ايش عم بيصير. يعني انا برايي الجد اللي انا شفته، اللعبه حتى تنجح هيك لعبه اول شيء بتصير بعالم مفتوح، يعني كل شخص يكون عنده شوفه ارض بيروح بيشتغل فيها، وهي الارض بتكون يعني انا عم بشوف حصه جاري شد عنده انا شد عندي، يعني بيعملوا له هيك سيرفر. ويعني وسعر اللعبه مو قليل، يعني 250 يعني تقريبا كان شيء 40 دولار اتوقع، اي تقريبا 40 دولار. ف 40 دولار يعني رقم مو صغير، بيعملوا لهم سيرفر محترم. الناس كل واحد شاد عنده اراضي، او بيعملوا لنا اياها مثل الانترنت هيك، بيحطوا لنا مساحه موجوده كل واحد عنده مساحه، وكل واحد عنده جزئيه وله رتبه، وهيك في شاشه كبيره بتكون او مكان، يعني كلنا عم نشوف كل واحد شاد رتبته. تصير اللعبه بومباستيك جد، يعني يصير في روح منافسة بين اللاعبين. تمام، ويضل في عنصر مهم جدا هو الاحتلال والتوسع وهالشغلات هاي، فهذا الشيء انا بشوفه جدا جميل. المهم تعال خلينا نروح ناخد عقد جديد. هلا ايش بدنا ناخد عقد؟ ايش رايكم بهذا العقد؟ هلا هون بده نزرع له شجر بيت. تماما، شكر بيت، يمكن هي بتزرع شجر بيت ما شكر بيت. ها هي شكر بيت، مو هي شكر بيت ولا انا غلطان؟ خلينا نروح نشوف هون صورتها، اني نسيت شلون شكل الشكر بيت. شكر بيت، صح ها هي، معناته عندنا التراكتور جاهز، فخلينا ناخذ عقد الشكر بيت ونروح بنسويه اللي هو هذا. اكسبت بين ارض رقم 25. جميل، طبعا الله يبين عندي على الخريطه رقم 25 بالظهر. من يكبر والله كبيرة يا هاي. بدنا نطلع من هون على اليسار، بس لازم انا اعبي شو اسمه
عبي سماد. اقول لك ما بده نروح نجيب له سماد بعدين. نجيب له سماد فيما بعد. ان شاء الله هيك بنزلوا لنا لعبه احلى يعني، بنزلوا لنا ماب حلوه. وبعدين في نقطه مهمه اللي انا بشوفه باللعبه يعني انه تحتاج تحسين، اللي هو رتم سرعه اللعبه. يعني احنا جايين نلعب نزرع ونحصد، ما انا جايين نبرك ونستنى ونحط ايدنا اخذنا. بدل ما هن يسرعوا ورتيله الزراعه والحصد راحوا بطئوها عشان خلونا نجرب غير شغلات. مسوين فاكرين حالهم فورتنايت، مركين يجربوا فينا. يا حبيبي مالك فورتنايت؟ بس اللي عندك جمهور فورتنايت هذاك روح تسوي اللي بدك اياه. ما بصير والله جد. الارض ها هي المقابيلي، عم ايش الارض هاي؟ ليش هيك صاير على سفح جبل؟ لا والحلو مالها مدخل. نايس جد مالها مدخل؟ معقول؟ لا لا لها هي. وشو مالها؟ شو طالع هذا عسكة قطار؟ انا شايف هنيك في مكان مستحيل. يعني ايش دم اذا الارض مالها مدخل؟ ايش هالارض البطيخ؟ والله بجد مالها مدخل؟ والله مالها مدخل. طيب خلينا ادلع الشجر بيت. والله الارض طويلة يا معلم. يا دوب الله بنحطك بروح جيب البيكام حملنا 4-5 طلوب بدون نجي. ارجيني. اوه الفريز 100%. نايس. هون هون بدها رول. منين اجيب لك انا رول؟ انا دخلني انا جاي احط له اياهم بمشي. شو هاد؟ يلد بونص 96%. حلوة هاي. هاي اليلد بونص قصده انه قدرة الحقل او البذرة انها تعيش. طب خلينا نشوف هاد صاحبنا. حلو. هلا في شغله اذا انتم منتبهين، شايفين الخوط الاول هنيك على اليسار محل ما دخلت انا بالتراكتور، وهنيك على اليمين. بس هلا التراكتور العامل ما بيطلع، ليش ما بعرف. محل ما انا دخلت مثل رسمه خطوط. طيب على كل حال بنروح على التراكتور الثاني. بيك اب بيك اب. الله خطوط ونغم يا معلم على الشغل. شوي شوي انتو نازلهم مو تروح تتحل. حلو نزلنا الان. وين مركز الشوب صار؟ مركز الشوب صار ورا. تعال ننزل من هون. الميتور جميل. اه ليش تدني يا عمو؟ وصلنا معلم. بدنا كم طبلين؟ اثنين او ثلاثة. ها اشتري اللي نقدر. اقول لك في طول بالك. مو هي مو هي، في وحدة ثانية. في وحدة ثانية. جرب نوع جديد من القص. يلا يو عليك. ليش هي؟ لانه هي وزنها اسهل شيء. اثنين ثلاثتين اربعة خمسة. هو لو بس باب السيارة بينفتح مثل هذيك يعني شوفوا هلا بال19 الباب يفتح، بال20 الباب ما يفتح. ايش هالغباء هاد يا زلمة؟
ايش هالغباء يعني، بدل ما بيصلحوا اللعبة بيخربوها. الان معركة الستافة. الكهرباء 17 باور نايس. نايس. وش هن جلسين سوي هالسوي؟ لا 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 حلوي. نعقد رقم 6 خلص. خلينا نسوي له كوليكت. لو انك انت تنجر لو احتنا لو اي شي اسمه طلع واحد تاني هون. ايوه برجع لك 10 دقائق معلم. هلا بدنا نروح ننزل هيك. لا نطلع من فوق بعدين ننزل من تحت. شوفوا الافكت وقت ان واحد يحمل حلو رائع جدا، بس لما تكون فاضي قلت نوع بيلي فاضي الا خلص. اه خلص مظبوطة تبع التنظيف الوود. ايش البكام الفخامات ايش هدي ايش هذا في ديش اوتوماتيك. فكرت كهرباء قلت نعم ايش شويات. هالدرجة التقدم صار باللعبة. حلو الحرارة كمان طالعة نظامي، بس مؤشر الموضوع طبعا بيشتغل لما يشتغل. هون سؤال على بيت ولا توقعت هي السبب. اوف يلا دي ماشي بعدين نتركها بعدين نرجع. توقعت هي السبب. تعرفوا ليش؟ لانه ما كان عم يقلب التراكتور ابدا، او البيكا ما كان عم يقلب ابدا. او بس ما تقلب مره ثانيه. اي يا شيخ صرت احترافي قلب بيكامات. اي والله كم مره قلبنا يا زلمه. انا معلم خلينا نرجع نفتح له طريق. رومان يمتيسر. هلا شلون بدنا نجيب هذا الصندوق لهون؟ او شلون نشيله؟ لازم نفكر بطريقة حل. في حل، بنضل منشوطه حتى نوصله لهون، ايش رايكم؟ اي افضل شيء. انه يعني بعيد كثير عن الارض. الطبلية هي زي ما شو بدنا ننزلها؟ آه التحميل ما هو موازن. اشوف شلون بده ايش بده يصير بس ندخل بالسكة قطار. لا 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 يا معلم لا مو هيك لا زعلنا ايوه عم نحاول ننجرها يلا. والله ايش يرفعها هي من فوق سكة قطار. نايس جميل جدا.
جميل جدا، عجبني. I like it. بكل هون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة، ونعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.